راح فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج قادرين كالعاده، البرنامج يوميا ما عدا هي مع السبت، مواضيع دائما شعبيه عفويه مواضيعكم انتم نناقشها في برنامج قادرين. اعاده برنامج من 1:30 ل 2:30 الفجر وقت جدا مناسب. طبعا اليوم معنا ضيف جدا جدا مميز، لكن بالبدايه ارحب في زميلي جراح. طبعا ارحب فيك زميلي محمد، ارحب فيكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده ومجدده دائما من برنامج قادرين. طبعا مواضيعكم انتم مشاهدين نطرحها في برنامج قادرين، دائما نحاول ان نطرح مواضيع اجتماعيه شبابيه تهمكم في الدرجه الاولى اكيد، ومسانا ما يحلى لما ارحب زميلتي شيماء شلونك. طبعا ارحب فيك زميلي جراح، ارحب فيك محمد رضا. طبعا مثل ما تعودنا برنامج جاذرينج برنامج ممتع يتواجد فيه بعض الاحيان نتناقش فيه مواضيع حلوه، بعض الاحيان يتواجد فيه ضيوف مميزين، وطبعا مثل ما قالوا اليوم في ضيف مميز ونتمنى تكون حلقتنا اليوم حلوه على قلوبكم. اكونت البرنامج بالانستغرام جاذرينج اندرسكور شو، وتويتر جاذرينج اندرسكور شو. الانستغرام مهتمين له اكثر من التويتر امانه، ان العالم صار كله في عالم الانستغرام حاليا، تويتر قام يهملونه وايد ناس متابعينا. انا الصراحه استمتع اذا ضيفنا كان اعلامي مميز مثل قبل ايام كان المساعد، اليوم هم اعلامي جدا مميز، فالحلقه راح تكون جدا نار. وعائلته البحراني قطع التقرير راد لكم مره ثانيه. مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا من جديد باللقاء معاكم خلال هذه الساعة. الإعلامي حسن البحراني من مواليد 15 سبتمبر 1983 مذيع كويتي، بدأ تقديم البرامج في قناة الراي في عام 2004، ثم اتجه إلى العديد من المحطات في مسيرته الإعلامية. من البرامج اللي قدمها رايكم شباب، أكاديمية الوطن، صباح الوطن، ولكن في فترة من الفترات انقطع عن الحياة الإعلامية، يا ترى ليش؟ شنو الأسباب؟ كلها بنعرفها داخل الاستوديو. الآن هي الوقت إن نكون لكم في أمان الله. شفنا هذا التقرير عن ضيفنا اليوم المميز الإعلامي حسن البحراني، حياك الله في برنامج قادرين. الله يحييكم، وتشرف صراحة أني أكون مع هالمجموعة الطيبة، بس كنا قليتوا وكنتوا مزود. نمنا إحنا نمنا كل أسبوع نطلع واحد فيكم الخير والبركة كلكم. يعطيك العافية. بالبداية في هذا التقرير سمعنا وكان سؤال جدا محير للجمهور، انقطاعك عن الإعلام، يعني فترة انقطعت عن الإعلام، هذا كان سؤالنا بالتقرير، لكن طبعا راح نعرف الجواب هذا، لكن نبي نتكلم على بدايتك في مجال الإعلام، وبعد هذا السؤال اللي راود وايد ناس خصوصا محبينك، انقطاعك عن الإعلام اللي خلال يعني فترة ما تعودناها عليك. تبي انقطاع ولا بداية؟ اللي نوع انقطاع عشان التقرير، عشان لا تحرق عشان التقرير. لا شوف، انا ما انقطع، خلينا نقول فترات عندي دائما، انا ما احب اطلع وايد كثر ما انا اعرف بشنو راح اطلع. فعلى هالشيء دائما بين فتره وفتره عندي بريكات، اختفي شويه اشوف انا شنو سويت قبل، شنو قدمت، شنو المفروض الخطوه الجايه اني اقدم. ما يدور ببالي انه لا لازم على طول اكون موجود موجود موجود. حلوه فتره الوقفه هذه، خلنا استولها شويه، خل اعرف شنو يعني، ادرس شنو العروض اللي موجوده عندي واطلع بالشيء اللي يناسبني في النهايه. حلو. فمدروس سالفه الوقفات هذه تعمدا يعني منك؟ لا مقصود. حلو، نتكلم على بدايتك في مجال الاعلام. في مشكله قاعد الاحظها وقلت لك اياها قبل، انه تتنقل اكثر من قناه ثانيه ثالثه رابعه، وكان مسيرتك مسيره الاعلامي المميز محمد المساعيد، فتشابه جدا كبير بينكم. اي زميله، اول شيء امسي عليه محمد المساعيد، انا دائما لما اشوفه اقول له احنا الثنائي المتصل المنفصل، لان كل واحد له لونه الخاص، بس بنفس الوقت مسيرتنا تقريبا واحده. صراحه شوف سالفه التنقلات الكثيره هذه، انا اقول لك الحمد لله احنا يعني الجيل اللي طلعت فيه تقريبا خلينا نقول من 2004 كنا محظوظين، بدايه انطلاقه الاعلام الخاص بالكويت. القنوات كلها مبطله بيبانها، كانت فرصه انك تدش وتجرب. وهم شغله ثانيه حلو ان الواحد يعني ايام الجامعه يعني كانت اعمارنا على تونا متخرجين 20 21 سنه، هذه فتره تكتسب فيها خبرات. ليش تحكر نفسك في مؤسسه واحده، في خلينا نقول برنامج واحد؟ لا، هذه فترة أنت روح تكتسب خبرات من مدارس إعلامية، يعني من قنوات، يعني من الراي إلى الوطن إلى
زائد انت كل قناه تنتقل لها قاعد تحتك بشخصيات اعلاميه كبيره. فتخيل انت خلينا نقول طوال هالعشر سنوات قاعد في مؤسسه واحده، يمكن احتكاك كان في اربع خمس اشخاص اعلاميه كبيره. الحمد لله استفدنا من أساتذة كبار في مجال الإعلام وسبها التنقلات والحمد لله الواحد حر نفسه، يعني مو ملزوم في قناة معينة. في النهاية أنت تشوف العضل اللي يناسبك، تشوف البرنامج اللي تطمح له، وفي النهاية مثل ما يقولون كل واحد عنده بلان خاص فيه، خطة. أنا اليوم هالمستوى باكر أبي أرتقي إلى مستوى أعلى، هالمؤسسة توفر لك إياها ولا لا؟ وفرتها كان بها، ما وفرتها سوق الإعلام الحين صار مفتوح بهالقنوات اللي موجودة، نقي فيها اللي يناسبك. طبعا اكيد ان مثل ما قلت اعلام حسن البحراني انه يكون في تنقلات افيد تكون حق المذيع نفسه، يعني انه يتعلم من خبرات كبيره. اكيد راح نكمل اسئلتنا معاك لكن بعد هذا الفاصل، خلينا نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. طبعا رجعنا من بعد هذا الفاصل. الاعلامي حسن البحراني طبعا نادني ابو علي معه. ابو علي خلنا شباب مع بعض حلوين بلا الرسميات. اي بلا الرسميات. ابو علي دشيت في مجالات عديده على قولتهم، زين دشيت في التلفزيون، دشيت في الاذاعه، واليوم اختفيت لفتره معينه، وين راح تكون؟ بسم الله ما اختفيت، توني طالع من تلفزيون الكويت. جت وقفت فترة. هي الفتشة ماكو صار لها يمكن شهر تقريبا. لا شهر ونص تقريبا. دارس حافظ. شهر ونص، شهر ونص كانت وقفة بس حساس النقلة اللي كانت جايتني كأوفر كعرض. فشهر ونص ما تعتبره فترة طويلة يعني ولا شيء، غمض عينك وطلع عينك. فترة صغيرة يعني شوف هالكبر صغير. كلش تنتوفة قد الدعم اللي دعمته. لا هو قديمة نعباط نفسي. طبعا نورتنا اليوم بوجودك اعلامي حسن البحراني. كان عندي سؤال بسيط على دراستك في الجامعة، بالنسبة حق دراستك في الجامعة تشوف أن فادتك من ناحية الإعلام والتقديم؟ أكيد ما في شك، أنا درست خريج جامعة الكويت قسم إعلام، هي اللي هيئتنا حق المجال هذا كله، أعطتنا الأساس. تحياتي حق كل الدكاترة اللي يعني درست عندهم في مجال الإعلام. مهم إن راح يطلع عنده قاعدة، يعني حتى لمن أول ما طلعنا أيام أول قناة ظهرنا فيها، يعني الحمد لله دخلت استوديو عارف يعني شنو إضاءة، شنو الكاميرا، شنو يعني إعداد، شنو يعني جاب الكاميرا كمذيع. لا هذه قاعدة أساسية كانت هي بس الانطلاقة. اليوم في عتب يمكن على قسم الإعلام في جامعة الكويت. وكثير من خريجين طلبة الإعلام في جامعة الكويت أن كاميرات قليلة، دائما نعتمد على النظري أكثر من العملي، ولو أن من المفترض واجب على طلبة الإعلام أن يمارسون العملي أكثر من النظري. أحسن أنا خريج فما خاف الكلام. فقسم يعني قديم، قسم صغير، قسم ما محترف، استوديو جدا بسيط، السويتشر للسويتشات والأمور جدا متواضعة. هذه أمور دائما يعني شكاوي طلبة جامعة الكويت قسم الإعلام خصوصا. شوف تعال حاشني على دفعتنا يمكن أقول لك اي معك حق، بس اليوم طلبه ما لهم عذر صراحه بجامعه الكويت. انا خريج قبل الحين اقول لك ليش ما لهم عذر لسبب. الاعلام الجديد مو اعلام خلينا نقول الكاميرات البروفيشنال وايد والاستعدادات الكبيره. الحين موبايلك انت تقدر تصور وتمنتج وتبث على اليوتيوب موبايل. شلون منتج كمثل برنامج مونتاج وما في هناك اجهزه مونتاج ولا يعلمونك المونتاج؟ ادخل شغله ثانيه، لما يطلبونك فيلم قصير او فيلم طويل يقولوا لك مثلا احجز كاميرات من قسم الاعلام، كاميرات تنعد على الاصابع، ثلاث كاميرات، واحنا تقريبا أربعة ست او سبع جروبات الكاميرات جدا قديمه، يعني لو تعلم على الكاميرا هذه تتخرج مستحيل تصير مصور في احد القنوات لان دقام التقنيه مختلفه جدا. لا مثل ما قلت لك يعني دفعتنا احنا يمكن كنا نعاني من هالشغله. حلو. اي بس الحين لا والله اقول لك الطلبه لا خل والله يعني ما دافع عن قسم الاعلام، بس في دكاتره دكتور يوسف الموسوي مثلا وايد نشيط فيها، محمود الموسوي دكتور يوسف الشاوي، يوسف الشاوي يعني كذلك خالد نشيطين جدا، يعطون دورات حتى من يدلون الطلبه اللي يبي يقدر يوصل. والله دكاتره فعلا مخضرمين لكن الامور مو قاعد تساعدهم. ادخل في احد المحاور قلت ان انتقلت حق قناه الكويت، دائما المذيعين شفنا يروحون قنوات خاصه قويه، قنوات خاصه لها حريه بالتعبير وهالامور وحتى مشاهده اكثر، بعدها لازم يدخل في قناه الكويت يلف ويدور بالقنوات الخاصه من مذيعين اسامي كبيره مخضرمين، تشوف اخره النهايه تكون في قناه الكويت او اجباري، كانه اجباري وفرض عليه انه يروح قناه الكويت. هل هي قناه الام اقدر اقول؟ هي اول شيء مو فرض،
قناة الكويت وزون الكويت يعني أنا شخصيا أعتبره قلعة قلعة إعلامية، لو مهما تظهر قنوات دارمدارة يبقى هو الأصل هو الأساس. بالنسبة لي أنا شخصيا تلفزيون الكويت كانت مرحلة مؤجلة لفترة ما كنت أدري متى راح تجي هذه الفرصة. بعد طلعتنا من خلينا نقول الوطن وشغلنا أنا وقفت فترة طويلة، دشيت إذاعة الكويت قلت ما بهم أختفي فترة طويلة، لقيت فرصة مناسبة أن أدش في برنامج في إذاعة الكويت تحديدا إذاعة OFM. هني يعني عرض حلو صراحة، مسي عليه بالخير الأستاذ عادل عطلة درى أن أنا دشيت وزارة الإعلام، ناداني قاعد معي عندنا 1 2 3 رتبنا الأمور. في النهاية مثل ما قلت في البداية هي فرص إذا لقيتها مناسبة لك على مقاسك مثل ما يقولون تقدر تعطي فيها فيا وقتها. وللأمانة أقول لك أنا من تخرجت من جامعة الكويت في البداية كان مفترض أن أتوظف في وزارة الإعلام، قلت لا خل أروح قطاع خاص خل أجرب القطاع الخاص، أجلتها مرة أجلتها مرة ثانية، جاتني أيضا فرصة ثانية أن أقتحم وزارة الإعلام هم يعني أوفر، قلت ها وزارة ولا أنا كنت مأجلها. بس تجربة لازم الواحد يخوضها في النهاية، مثل ما قلت لك وزارة الإعلام قلعة مدرسة مستقلة بحد ذاتها، أنت مهما خذيت من الخاص لازم تدش وتجرب وتعرف وتشوف شو اللي قاعد يدور داخل هالوزارة الإعلام. طبعا في تصريح ما تقول أنا أدري إنه يعني في شيء قوي هنا في تصريح في جريدة الرأي قلت إن الإعلاميون الكبار لا يتقبلون منافسة الجيل الجديد، شنو تعليقك؟ بالضبط باللي بالحرف نفس الجسم نفس السنة وشهر وثلاث ما أدري شو. لا شوف أنا ما أجمع، شوف للأمانة أنا ما أجمع لأن احتكيت الحمد لله يعني في أساتذة إعلاميين كبار في هذا المجال، الإعلامي القدير يوسف الجاسم، محمد السنعوسي، الإعلامية أيضا القديرة إيمان نجم، في إعلامي تحية حقهم أكيد الجميع، ما أبي أهم بعد أنسى أسماء، بسام العثمان، أسماء كثيرة يعني للأمانة يعني قمة في التواضع قمة في الرقي، يعطونك من خبرتهم. أنا قلت البعض معناته في جانب ثاني بعد، يعني احتكينا في أسماء معينة فعلا يعني هم تاريخ ما ننكر هالشيء، بس في النهاية احنا جيل شباب صح طالعين عندنا طاقتنا عندنا نظرتنا حق الأمور، من تطلع شوي تشعر أحيانا في خلنا نقول لا أقعد استريح شوية، هذا شوي تحس بالخاطر صح. في المقابل قلت لك في كذي وفي كذي، لو خليت خرب يعني في اللي غارون اي في ما اقدر اقول لك ما في، بالعكس الغيره في كل مجال موجوده، لكن في الغيره الايجابيه ان نافسك وتنافسني اشوفك تصعد ابي اصعد معاك اشيلك وتشيلني، لكن هم في الصوره الثانيه ما نبي نتكلم عنها اللي من طفت شوي يبيك ارتب لك شوي تجي تحت. طبعا خلينا نتكلم شوي بالنسبه حق البرامج اللي تقدمها، يعني سمعنا ان انت تستهوي او تحب تقديم البرامج التكنولوجيا الحديثه، نعم ايش معنى هالبرامج اللي تحب تقدمها؟ والله انا مشكله مصروفي كله رايح على الموبايلات ورايح على الكمبيوترات، يعني ما يتم عندي جهاز بشهر شهرين الا احب اجرب، يعني كل واحد لا عنده شغله يحبها، انا غرامي سؤال في التكنولوجيا والامور هذه، قاعد اطالع شو اللي نازل شو اللي سوى شركه الفلانيه، يعني يوم اللي يصير مؤتمر في شركه مش عادي اقول شركه ولا ما لا لا معروفين اسامي قويه يعني الاسامي القويه دي، يعني لا هذا عندي موعد خاص خلاص قفل تليفوناتك ابو علي لا حد يحاكيني انا قاعد اتابع المؤتمر، تستهويني هذه الامور كل واحد شيء يحبه صح. حلو ليش عندنا دائما يمكن في شغله سلبيه انا اشوفها سلبيه ايه ان اليوم عندنا خصخصه مثلا لما تكلم مثلا مذيع لا يختص في برنامج واحد او مثلا طابع واحد، مثلا كان السياسي بس اظل بالسياسه ان الجمهور يحبني في جانب سياسه، شوف مذيع سياسي يروح حق جانب رياضي يروح حق جانب منوعات، التنوع هذا ما عرفنا يعني هذا ما يميز مثلا قنوات بالخارج مثل قنوات عربيه معروفه وخليجيه معروفه، ما يميزهم مذيع سياسي طول عمره سياسي، احنا دائما عندنا التنوع هذا، والتنوع هذا اشوف انه جدا سلبي، اليوم مثلا هذا المذيع ما اعرف هويته، هل هو سياسي؟ هل هو رياضي؟ هل هو اقتصادي منوعات؟ انا اعترض على سلبيتك كبير كيفكم؟ انا اقول لك اول شغله انا بالبدايه انتم قاعد تقولون مثلا حطيته قبل اسمي الاعلامي حسن البحراني،
في شغلتين. اللي يدش مجال الإعلام يقال أي شخص يشتغل في الإعلام فهو إعلامي. أنا مو من هذه المدرسة. الإعلامي لازم يكون ملم بكل أدوات الإعلام. التنوع هذا أنت لازم الإعلامي يكون عنده ثقافة، يكون ملم في جميع الجوانب اللي قاعد يقدمها. إحنا عندنا خلط صراحة في الإعلام العربي. أنت عندك فرق ما بين ترى المذيع، ما بين المقدم، ما بين المحاور، على رأسهم الإعلامي. الإعلام لازم يكون عندك كل هذه الأدوات. ترى مو شرط شخص محاور يقدر إنه يكون مذيع. ولا خلينا نقول المقدم برامج، يعني المذيع هو اللي يذيع خبر مثل نشرة الأخبار. قاعد يقرأ خبر، قاعد ينقل لك يذيع لك. المقدم عنده مادة، يعني أنتوا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن مقدمين قاعد تقدمون مادة موجودة عندكم بالطريقة اللي تشوفونها تناسب المشاهد. الإعلامي لازم يكون ملم. أنت لما تتكلم مثلا في رياضة، في سياسة، خلينا نقول في تكنولوجيا بعد، محمد في أمور منوعات. يوم قابلناه قال أنا إعلامي بالضبط، فدامي بنظرية معنا الحين هو باتصال. الإعلامي محمد المساعد حياك الله في برنامج جادرينج. يا هلا والله، حيا الله الشباب، وأحيي أخوي، ويعني أنا وحسن البحراني هو اللي سمانا، إحنا الثنائي المتصل المنفصل. عاد التعريف خلى هو راح يقول لكم شو عاد التعريفه. وحي بعد، وحي محمد جراح وشيماء. جراح موجود ولا ايه؟ موجود، سيارتي اليوم تبارك من ابو ياسمين ترى. السمي اليوم قاعد لاحظ تشابه جدا كبير، يعني شوف مثلا السي في مال الاعلام محمد السعيد وابو علي تشابه جدا كبير. هالقناه ثاني يوم يروح هالقناه، متقاربين حيل. انزين لاحقني حتى هنا يا محمد، نعرف هذه الخطه. يعني قابلناك في جادرينج بعدها بكم يوم، ابو علي موجود ويانا منورنا ومشرفنا في برنامج جادرينج. فهل خطه متعمدين تشاورون يا بعض، تقعدون مكان واحد مثلا يقول لك بروح القناه ها وراي؟ والله شوف هو هذا الحب، يعني الحمد لله انا وحسن بلشنا ويا بعض في مجال الاعلام. ومثل ما قلت تحت كل قناه كل مكان احنا متواجدين، يعني بالضبط وبالخطه. واحنا ما نتفق على هذه الامور، لكن ليه راح مكان زين عرفت نخاني فيه، انا رحت مكان هم يعني اذكر حسن فيه. فسبحان الله يعني متصلين كذي يعني من الله، ودائما طبعا يعني لله الحمد يعني في ناس مقبوله، يعني طول ما انت جيد ولك كاريزما ويبونك حق برنامج حق قناه فانت مطلوب، فاحنا دائما نصادف. والحين انا وحسن ان شاء الله بعد موجودين في قناه جديده، قناه المجلس، اللي هي المجلس الأمة، فيعني ما في ترى اي تخطيط، هي كذي بركه من الله. حلو. السمي تونه يعني قبل اتصالك كان يعني في كلام بيني وبين ابو علي على كلمه اعلامي. انت لما قابلناه قلت ان انا اعلامي لان مريت يعني 10 سنوات في مجال الاعلام، وقلت كلمه اعلامي مناسبه حق السي في مالي. صح. فسمعت كلام البحراني يعني شوي كانه قاعد يخالفك الراي. لا بالعكس، وياه اعلامي هو. مسيرتنا واحده محمد المساعيد، شو مو اعلامي؟ انت اعلامي؟ انا اكيد اعلامي بما ان اكتسبت كل هالخبرات والمهارات. هو متواضع هو. أكيد. ها متواضع ها؟ هو شوف هو من عمر حسن خلني، هو من عمر احنا دائما اي شيء يصير انا معروف، انا اللي المدافع بوجه المدفع على قولتهم، ويدرون. يعني متواضع عرفت، وفي ناس يعني إلى الآن ما شاء الله لهم مسيرة مو 10 سنين، لهم مسيرة بعد 20 و30 سنة. إلى الآن هم متواضعين، وكل واحد له وجهة نظره، يعني كل واحد يشوف تواضع إلى وين وغروره إلى وين. لكن إحنا قاعد نتكلم، ما أقدر أقول له شيء، بس قلبي إحنا قاعد نتكلم من ناحية عرفت أكاديمية، من ناحية انتشار. إذا بتشوف مثلا تي في لي أو لي حسب بتشوف بأن أكثر من قناة فضائية حكومية. حلو. محمد عندي سؤال يعني اتمنى يعني اجاوب عليه، وحتى بعدها البحراني راح يجاوب عليه. حلو. المذيعين بالكويت اتجاهين، في مذيع يطمح حق الماده، في مذيع يطمح حق الشهره. في مذيع مثلا تقدم له ماده مثلا خلينا نقول مثلا راتب قوي بالشهر، لكن القناه ما هي معروفه ما تعطي كاسم او شهره، يقول لك ما ابي الراتب، ابي اروح قناه قويه حتى لو راتب قليل ابي الشهره. فالمذيعين بالكويت بالتحديد اتجاهين، واحد يطمح حق شهره، الثاني يطمح حق ماده. اليوم يعني من خلال مثلا السبيه مالك مع السبيه ابو علي قال لاحظ كنتوا في قنوات خاصه قويه، اسامي قويه ما حد ينكر هذا، رحتوا حق قنوات مع احترامي يعني شهرتها ما تليق في شهره القنوات الاولى اللي كنتوا فيها. فاليوم كانه مثلا كمتابع عادي يقولنا تطمحون حق الماده اكثر من الشهره، خلاص خليتوا شهره الحين نبي ماده.
فلوسنا وايد يا ابو فهد. الحمد لله الله يزيدنا. هي انا قلت لك يا محمد قبل عمليه معادله، يعني لما تكون سواء القناه، يعني احنا دائما بلشنا كلها بقنوات جديده، فلما تو تبلش انت ما تقدر الحين تحدد هي صارت قويه ولا لا، هي تو باديه، فهني يبين هل البرنامج هذا يناسبني ولا. واذا تشوف حسن تشوف برامجه، ترى كل برامجه قاعد هي تناسبه، يعني سواء قساوير احنا دور شيء يناسبه، الاذاعات تناسبه، وين بعد بالوطن، حتى بالفقرات، يمكن الصباح الوطن هو الاتجاه وانا الاتجاه، يعني ما حد قال والله تعال خذيني فلوس اكثر وامسك هذا المكان، لا والله فقره عجبتني او برنامج يعجبني، والله مبلغه كذي كثير قليل، لكن المهم انه اقدر اقدم شيء مفيد. انا وايد مثل اعلاميين يقول لك مثلا خلاص انا كونت اسم كبير وعندي سي في جدا رائع واليوم الكل يعرفني، ياخذ يعني مبلغ عالي وهو برنامج يكفيني، زائد ان القناه لها متابعه جدا كبيره ولا ما اروح. هذا كلام كثير من الاعلاميين بالكويت. والله عاد كل واحد وكيفه، يعني كل واحد وطريقه تفكيره، كل واحد يعني كل واحد وشو اتجاهاته. لما تسالني انا جاوبتك، وانت الحين مصر الله يهداك. ما عندي انا ايه جاوب، عرفت؟ كل واحد وجهه، يعني هي ما فيها مقياس، هي مو مسطره. طيب برنامج فوضى الموضه راح ابوقي انا اخذه وشوف يصير. يعطيك العافيه سمي. كلمه اخيره تبي تطفر بعلي على الهواء بعد قلبي. والله حسن قلت لك، يعني انا وياه عبارتهم احنا المتصل المفصل، يعني دائما نتجمع في قنوات، لكن كل واحد يكون له برنامج خاص واتجاه خاص ولا طلعنا اهم شيء نطلع ويا بعض. لكن ان شاء الله يا رب الحين قناه المجلس هذه، لا يعني اتوقع بان انا وحسن الحين وصلنا الى مرحله النضوج اكثر، خصوصا هذه قناه يعني تبع مجلس الامه، وهي يعني اكيد اتجاهاتها سياسيه. موفق خير يا ابو فهد، موفق خير ان شاء الله. ان شاء الله تكون بدايه خير لكم يا رب في هذه القناه الجديده. يعطيك العافيه، ما قصرت. الاعلامي محمد المساعد كان معنا في اتصال، اشاد فيك وقال انه يعني دائما ننصح وناخذ اراء بعض، فمن وجهه نظرك احسن يتفقون. ايه اشترى واضح. فنبي وجهه نظرك في الاعلامي محمد المساعد. محمد المساعيد شهادتي فيه مجروحة صراحة، مثل ما تفضل وقال، يعني يعني مش اتفاق بشكل مباشر، بس كثر ما أنه لو يجيني عرض أدخل قناة معينة أشوف الوضع مناسب جدا. أخو عزيز محمد المساعيد زاملني في مشواري من انطلاقتنا لغاية اليوم، لغاية لهذه اللحظة. فمثل ما تفضل، يعني أذكر بعض، يعني أشوف جريد مثلا برامج معينه، يمكن اشوف المساعد فيها اقترح عليهم ارشح اسم اخوي زميل محمد المساعيد، يمكن كذلك هو نفس الشيء. فاتفاق اتفاق، يعني متفقين ان ما نروح مكان، هي توافيج تصير، يعني سبحان الله اخو مشوار في هذا الدرب. الشغله الثانيه، يعني الحمد لله، يعني سواء كنت انا ولا المساعيد، انطلاقتنا في المسيره، يعني من انطلق الاعلام الخاص، يمكن قبل يومين قاعد اكتب بالانستغرام، فقعدت اشوف السنين اللي طافت، اكتشفت ان انا والمساعيد تقريبا ساهمنا في انطلاقه قنوات خاصه كثيره. فالحين اي قناه خاصه تقريبا، يعني اذا يحق لي اقول هذا الكلام، اي قناه خاصه تبي تطلع اصبح الساحه تقريبا محدودين احنا في مجال الاعلام، يشوفون من اللي كان طالع، من اللي اطلق قنوات معينه، يعني يجيبوننا ابو علي مثلا، محمد المساعيد ايش رايكم، شو ممكن الشكل اللي نطلع فيه، البرامج اللي ممكن تكون مناسبه لكم فيها. فالحمد لله توفقنا في هذا الموضوع. الحمد لله لك يا رب. طبعا انا ارجع واعقب على كلام اللي انا قلته. زين انت تعقب على كلامي يلا اوكي تعقب على كلامي. يعني انا صراحه احس ان في اتفاق كبير. جربت التلفزيون يورك اند تي في الراديو اوكي، ويتش وان از مور قريب منك وشنو شو حركات هذه جديده الاعلام. لا لا قوي جديده هذه. شوف التلفزيون والاذاعه، يعني التلفزيون والاذاعه، التلفزيون والاذاعه، شوف متحسك الاذاعه يعني تعطيك، خلينا نقول تسقل ادواتك الاعلاميه بشكل كبير من ناحيه الاداء، لان انت بالتلفزيون احنا قاعدين الحين، يمكن انا الناس قاعد تشوفني ابتسم، قاعد احرك ايدي، بالاذاعه لا، مو قاعد يشوفونك انت والميكروفون بس، الميكروفون مرعب، انا اعتبره كانه مسدس موجه عليك، اي غلطه باستعمالك له ممكن يقتلك، لازم الانسان يكون متمكن في هذا المجال. هم التلفزيون لادواته، تقول لي اي هو الاقرب؟ انا اقول لك متمسك بالاذاعه لغايه اليوم، رجعت لها الحمد لله، تعطيك باور مختلف، باور شعور مختلف تماما عن التلفزيون. ايضا التلفزيون له حلاوته، بس بتقول لي اي هو الاقرب؟
اقول لك ما عندي مشكله ان ابتعد فتره عن التلفزيون لكن اتم موجود بالاذاعه تم في لياقتك مثل ما يقولون مستمر. يعني حبك للاذاعه هو اكثر من حبك للتلفزيون؟ والله لا متساوي متساوي، بس اقدر اوقف شوف بس شوف اقدر اوقف تلفزيون شوي بس اذاعه لا. لو تقدم لك عرض الحين بهالفتره الحين اي يعني الحين تجي تطلع ابو علي شلونك شو اخبارك عندنا عرض لك في قناة فلانية على الإذاعة وبرنامج وميزانية حلوة وبرنامج حلو تلقى نفسك فيه، هل راح تروح؟ وتخلى عن التلفزيون؟ وتخلى عن التلفزيون؟ ممكن، شوف ممكن لكن أنا أقول لك أول شغلة البرنامج بالدرجة الأولى شنو هذا البرنامج؟ أنا دائما أحسب فترة زمنية إيش كثر راح أكون في هذا البرنامج؟ أساس أعرف أحسب فترة انقطاعي عن التلفزيون تمام؟ هذا الجانب إيه أقول لك لا والله إذا مثلا برنامج حلو العرض حلو فترة زمنية مرتبة وأترك تلفزيون أوكي في النهاية معادلة ميزان أنت إيش قاعد تقدم الحين؟ هل جايك أحسن ولا لا؟ يستحق أنك خلينا نقول تتخلى عن شيء مقابل شيء في النهاية عرض وطلب وهم في النهاية اللي يناسبك شنو؟ طبعاً معادلة يعني. بالنسبة مثل ما قال خلينا نتكلم شوي عن المادة بالضبط مثل ما قال ولا غير يعني يخص الموضوع نفسه يعني إذا مثلاً خيروك بين التلفزيون والإعلام اخترت تشوف يعني من ناحية المادة إذا قالوك والله المادة الفلاني المبلغ فلاني يعني أنت هذا أول شرط لك؟ أنا آخر شيء أسأل عنه ويمكن كل المجالات اللي اشتغلت فيها آخر شيء أسأل عنه المبلغ كم وايد ناس يعاتبوني على هذا الموضوع ابو علي مو معقوله كذا اقول لك بالدرجه الاولى انا اشوف العرض اللي يعني شنو البرنامج شلون راح اطلع مكالب الجريد راح يقدم لي شيء ولا ما راح يقدم لي شيء هل قاعد اشتغل على شيء ما راح يضيف لي فليش داشه عقب ما اشوف ملامح هذا كله ذيك الساعه اتكلم يعني ذيك الساعه يكون هذا اخر خطوه نتكلم فيها انه طيب البادجت ايش كثر طبعا الجانب المادي بالنهايه مهم هم هذا يناسبك ولا ما يناسبك بس انا بالنسبه لي على قولتهم اخر بند في طاوله المفاوضات طبعا ما قاطعك صب الماي صب الماي صب الماي نبي ماي شويه ولا بس تكلمنا بالنسبه حق الاجر اول اجر استلمته اول اجر استلمته صراحه ما اذكر بعد 450 تكبر شلون؟ بعد ما 450 نفس شو اسمه الاعلام قال لكم عيب مساعد والله يذكرها انا المساعد واحد شو اللي يقوله المساعد؟ حلو على ما تشرب الماي يمكن اتفقنا انه في تشابه كبير بينه وبين الاعلام حمد المساعد في خلينا نقول طريق المساعد اسمار انا مساعد ما شاء الله تبارك الله حتى على الراتب حتى الراتب شوف نفس الراتب ونفس حتى الجواب مالك حادث مالك حاضرين حادث ثمن والله شوف عشان تعرف في جريده الراي قلت تصريح ممكن يزعل كثير من المصورين قلت ان احد المصورين معلم شاورما بين قوسين ما كذبت فهذا يعني التصريح هذا اكيد وراه كلام صراحة. يعني كثير يعني هل مثلا المصورين ما لهم مثلا خبره في عالم التصوير؟ لا, لا 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 انت لا تاخذها من هذا الجانب اول شغله انا مشكلتي وهذه مسببت لي شويه مشاكل انا صريح ساعات بزياده انا تنبط كبدي ساعات شوف الواحد لما يحب شغله انا احب مجال الاعلام اعشق مجال الاعلام يعني ما اقدر اتخيل نفسي قاعد اشتغل شغله بعيد عن هذا المجال فعندي غيرة عليه صراحة فالمانشيت هذا قال من ضمن سوالف يعني في لقائي مع الراي فعلا يعني سألني قال لي شنو من الأشياء اللي قرتك أو بطت شبدك في أثناء ممارستك هذه المهنة قلت له أحيانا وايد الناس تتكلم في لقاءات إن الإعلام كل من قام يدش فيه وغيره أنا في يوم من الأيام كنت أصور بعض التقارير بعض الأشياء المعينة لاني ملم لان عارف يعني شنو كاميرا ويعني شنو مونتاج وشنو اضاءه فاهم اللي قدامي ايش قاعد يسوي فاكتشفت انه ايش قاعد يسوي هذا هو ترايبود وحط الكاميرا وفكس الموضوع وريكورد وحط شته في الايد فما قاعد يعطيني اللي انا ابي طالع 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 في كثر الموضوع اكتشفت ان هذا الانسان في يوم من الايام ولا هي عيبه ترى المهنه ما هي عيبه لكن هذا الانسان بالاصل هو علم شاورما ولا هي عيبه الشغله مهنه شريفه صح. بس طلع من هذا المكان بيضبطونه بهذا تعالي بتعرف هذا ريكورد هذا كذي تفضل صور فانقهرت
تعال يبا انا قاعد اشتغل على نفسي. فحس اني وين كنت لما على هذا التصريح؟ اي قناه كنت؟ ما راح اقدر اقول لك. انا هذه حكومية ولا خاصة؟ هذه عندي انا طول عمري خاص. بس ما راح اقول لك وين. لا ممكن يعني كنت مثلا بالاذاعه كاميرا شلون؟ لا كنت بالاذاعه اتكلمت على عالم دخولك حق مجالات يعني القنوات الخاصه ومجال تقديمك. يعني هل مثلا نبي نعرف اكثر يعني ان هذا تعرف هذا الانسان منه مثلا؟ لا مو الانسان بالعكس. انا اقول اذا هذا يعطينا شرم الدياي ولحم ان احدنا يواعه. ابي اعرف انه هل معقول ان بالكويت انه في مصورين مثل ما قلت لنا معلم شاورما؟ اولا تحياتي لكل المصورين اللي موجودين حاليا هنا. يعطيكم العافية جميعا. أنا قاعد أقول لك لا شوف صراحة لو هذا الإنسان كان يشتغل باحتراف ما هو عيب بالعكس ما هو تطور من نفسه واجتهد على نفسه واشتغل ووصل. بس إن لما تشوف شخص ما قاعد يعطيك قاعد يشتغل مجرد هالساعتين عشان يأخذ له الفلسين ومو محترم هذه المهنة هني أنا قلت إن بعض خلينا نقول بعض كان يمتهن كذا كذا وما أخذها بالقوترة كذي. موجود هذا موجود في كل مكان يعني. أكيد طبعًا مثل ما قلت أبو علي تكلمنا عن التقارير تو. زين فالحين نريح طبعًا ببريك خفيف نشرب ماي ندردش في مواضيع التقارير والأكل والشاورما. خلونا نطلع نشوف تقرير نجم في الأسبوع هذا وراح تعطينا رأيك فيه. في الملعب. خلنا نطلع نجم في الملعب لهذا الأسبوع. نشوف نجمنا للملعب الاسبوع نرجع لكم بسرعه نحاش. يلا نيمار جونيور 5 فبراير 1992 هذا اللاعب اللي انتقل من نادي سانتوس البرازيلي إلى نادي برشلونة. حقق هذا اللاعب بطولات كثيرة مع نادي سانتوس لكن مع نادي البرشلوني لحد الآن ما حقق إلا بطولة واحدة. تأمل هذا الفريق البرشلوني أن هذا اللاعب يضيف له شيء كبير لأنه كان في صفوف نادي سانتوس لاعب مرعب للأندية المقابلة. طبعا نيمار جونيور تميز في كأس العالم 2014 كان أفضل لاعب لولا إصابته اللي جت في الظهر. طبعا نيمار جونيور انتقل حق نادي برشلونة ب 65 مليون. 40 مباراة لهذه المباراة كرة هائلة في العمق خطيرة نيمار جول في العمق للبرازيل ونيمار مباشرة لقلب الهجوم كازاكي تلعب في العمق وانطلاقة سريعة جدا من جانب عناصر اوه كرة ممتازة وخطيرة نيمار جول للبرازيل ولنيمار. طبعا رجعنا من بعد هذا التقرير المميز والمبدع طبعا عن اللاعب جراح الدوب ونمر جانب شرايك في اللاعب جراح الدوب لا اكشر صح مميز بالحراسه تقريرك انت اللي تمدحك انا امدح نفسي كله من طبعا تكلمنا عن لاعبي الكره وانت طبعا مهووسين في انا جو جدا مهووس يعني كلش حبك اي نادي تشجع انا نايم الا من الكره اصلا ما انا شغل بالكره نهائيا ولا لي علاقه فيها طبعا خلينا ننتقل من موضوع الكره نبتعد عنه نهائيا
خلنا ندخل في الإعلام مرة ثانية والتلفزيون. اليوم ما اللي ينقص التلفزيون الكويتي؟ اليوم احنا دولة غنية ما شاء الله، عندنا إمكانيات كبيرة، كل شيء قاعد نسوي، نحط هذا ونركب هذاك على هذا، لكن شنو ينقصنا؟ وايد فهمت سؤال. ينقصنا بالإعلام بالكويتي. احنا ينقصنا هذا وهذا. بس هذا وركب هذا على هذا. وهذا مو إذا هذا موجود وذاك موجود إن شاء الله. يكتب لك يا رب. يعني غدانا شيء. رأيك بالإجابة؟ والله إجابة دبلوماسية وديمقراطية، وأنا أحب صراحة الدبلوماسية. لا شو اللي ينقص الإعلام الكويتي؟ أنت لازم تفرق بين شغلتين، لازم تفرق ما بين إعلام حكومي وإعلام خاص. الإعلام الخاص مثل ما قلت لك قلعة وزارة الإعلام، فيها يمكن اللي ينقصها شيء بسيط جدا، استثمار أسماء موجودة فيها، استغلالها، استغلال إمكانياتها، لأن كل اللي طلعوا الإعلام الخاص في الكويت هم أصلا كوادر موجودين في وزارة الإعلام، أسماء موجودة اشتغلت داخل الوزارة، اطلعت وهي اللي خرجت لنا كل هالقنوات اللي موجودة، ما راح تبحث عن اسم إلا وأصله من وزارة الإعلام. هذه شغلة أساسية. هذيلا ليش مثلا نقول تميزوا برا؟ ليش ما قاعد يعطون في الوزاره مثل ما عطوا برا؟ هني السؤال يبقى انه ليش ما قاعد تستغل، خلينا نقول، او تستثمر هذه الطاقات داخل وزاره الاعلام؟ طبعا هذه الاجابه ما راح تكون. هل يعني تقصد ان عندنا كبت في وزاره الاعلام؟ مش كبت، لا 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 لا، مو كبت، احنا قاعد نتكلم على استغلال. يعني انت عندك سين من الاسماء 1 2 3 4 قاعد يشتغلون في النهاية قطاع حكومي، يعني انت قاعد تداوم خلينا نقول من الساعه كذا للساعه كذا، مثل الدوله يعني شيء. في ناس خلينا نقول، انا اقول لك في ناس تشتغل قاعد تحاول تقدم شيء، في ناس ما قاعد تشتغل ما يدامون بعد. انا ريال صريح في هذا المجال. الحين في صار في الوزاره فيها الكرت طق الصبح تمام، طيب العافيه. الاسماء اللي تشتغل لابد انه لا تعالوا اعطونا افكاركم، شنو ممكن ننجز، شنو ممكن نطور، شنو نقدر نسوي. مجرد استثمار واستغلال هذه الطاقات. أنا أشوف القطاع الخاص في الكويت بالعكس ماني شايف إنه ناقصة شيء. يمكن الشغلة الوحيدة اللي تنقصها إنه خلنا نوخر شوي عن سالفة الكوبي رايت، ناخذ برامج موجودة برا نحاول نطبقها داخل الكويت بما يتناسب مع مجتمعنا. شوف الإعلام ما في شيء جديد، برامج حوارية ما هي سياسية، هي الأخبار. لا حد يقول لك أنا اليوم جايك وبطلع وياك وبسوي لك برنامج جديد، ماكو شيء اسمه جديد. في شيء اسمه تطوير على الفكرة، شكلها شلون صاير، أضيف لها أي شلون تعطيها البهارات والملح مالتها وتقدمها بشكل يجذب. احنا محتاجين زيادة في هذا المجال. صح. طبعا بالنسبة حق الكثير من النقاد والصحفيين قالوا، نبينا تعليقك بهالكلام، انه قالوا ان حسن البحراني مغرور. هذه اي واحد يطلع مجال الاعلام صار له يومين على طول قاله مغرور. هذه اكو واحد طلع عقب فتره وانشهر وهذا ونعرف ما قالوا عنه مغرور؟ والله اللي يعرفني عدل يعرف من ابو علي. ليش ابو علي؟ يعني اليوم كل واحد يطلع في مجال الاعلام قالوا عنه مغرور، كل واحد انشهر قالوا عنه مغرور، عنده جمهور قالوا عنه مغرور. يا اخي ما يعرفونك، يعني ما يخالف ايش يعني، يعني شنو دليلك عند يعني الصحافه يعني شنو الدليل انه مثلا مو عن ابو علي؟ سين من الناس قالوا والله فلان مغرور. خلنا نفرض، انا خلنا نفرض انت مغرور، انا انت شيء مغرور. شوف سهله، شوف وايد سهله ترى الكلمه تنقال سهله. ممكن اطلع اقول والله لا، لان الكاميرا لازم تحترم الكاميرا وما خلف الكاميرا. يعني مثلا ما اقدر قدام كاميرا مثلا اضحك واخفف دمي، لا لازم تحترم الكاميرا وما خلف الكاميرا. يعني فيمكن في البعض يشوف انه مثلا كل واحد مثلا الكاريزما وبرستيج او مثلا ما قد قطات ما يستملق، يعني في البعض مثلا عبارة عن الكاميرا كانه قاعد ببيتكم تاخذ اريحيه فيها، لا انه لازم تحترم الكاميرا. يعني الحمد لله اكبر ذريع على كلامي. يعني انا من الناس اللي احب اطلع الشارع وايد في موضوع اللقاءات والامور هذه كلها. الحمد لله من تطلع في مكان يعني رياي الحريم كبار، شباب يجون يكلموني ابو علي عندنا شيء ليش ما تحكون عن كذي؟ بالعكس واحد ياخذ ويعطي على طبيعته. حلو. صح. الواحد ما كان على طبيعته، بس يبقى شنو؟ تبقى شغله. لازم الناس تقدر موضوع ان الانسان شخص. صح. ممكن يزعل، يمكن يضايق، اليوم مستانس، باكر ما له خلق. سيارته مدعومه. سيارته مدعومه مثلا. تبع ما تقدر 20 ساعة. صح. قاعد جابر كذا. ابو علي جت فتره من فترات هبت المذيعين على
السياسة أو البرامج السياسية. يعني فترة من الفترات المذيعين هب على برامج منوعات، يعني أي مذيع يروح برنامج منوعات يضرب ويأخذ شهرة جدا حلوة. جت فترة من الفترات الكل يطمح حق السياسة، برامج المنوعات بالكويت جميعا نزل مستواها، الكل تصير أنظار على السياسة، يمكن مثلا كأمور دولة ومشاكل سياسية في الآونة الأخيرة صارت. فجت فترة الكل سياسة، يعني الكل يهدف وراء السياسة، برامج منوعات جدا قلت بالكويت في الآونة الأخيرة، فهذا السبب نبي نعرف ليش. أنا يعني ما أشوف إنه شيء طغى على شيء، هي مثل ما قلت أنت الواقع يفرض عليك. في خلينا نقول مشاحنات سياسية، خلينا نقول في قضايا معينة هي اللي على الساحة، تلقى الناس كلها تبي تطالع سياسة، تبي تشوف شو اللي قاعد يدور في البلد. بنفس هالوقت هذا اللي سياسة طاغية، في ناس تقول لك يبا أنا أبي أريح شوية، أبي أشوف منوعات. الهبة الحين شنو نشوفها؟ واضحة ترى ماكو شيء. أنا أشوف الهبة هبة إنستغرام هالأيام صراحة. لا 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 كبرامج الحين. برامج. لا أنا أشوف الكفتين متساويين. أنا أشوف رياضة حاليا. لا أنا أشوف الكفتين متساويين. أنا أشوف حاليا في الوضع الحالي. برامج رياضية كثرت في الكويت في الآونة الأخيرة، وهذا شيء حلو حق الرياضيين بالكويت. هذا شيء يخدم. وقاعد شفنا الهبة برامج رياضية صارت أكثر. اقتصاد برامج اقتصادية صارت. شو ما أحب اقتصاد أنا. أنت تشوفين الموضة يمكن. يعني ما كل واحد حس كل واحد واهتمامه. كل شخص واهتمامه. كل واحد واهتمامه. يعني أنا جتني فترة طالع سياسة، أيام مثلا خلينا نقول الأجواء كانت في مصر. أنا كان غرامي بس أشوف توك شو في مصر، بشوف الأوضاع شلون صارت. ما أقدر أقول إن الهبة الحين توك شو، لا موجود المنوع، موجود الرياضي، موجود الأزياء والموضة. أنت اهتمامك رايح، أنت تركيزك رايح، فتحس إن الموجة جاية كذي، بس كله موجود. تكنولوجيا معدلة ترى. شو؟ تكنولوجيا يعني مثلاً كحديثة، يعني ما عنده برنامج مختص، يعني أتابع قنوات عدة، ما في برنامج من الألف للياء تحضيراً حق التكنولوجيا. ممكن اشوف فقرات في بعض صحيح. البرامج او تقارير جدا بسيطه. بما انك تعشق التكنولوجيا ليش ما تقدم برنامج خاص بالتكنولوجيا الحديثه؟ والله في فتره من الفترات كان حل بالنسبه لي، بس يبقى الموضوع محصور في فقره، طالت كسرت تبقى فقره. السبب انت عندك ما تقدر تقدم هذا الشيء وما عندك ماده ملموسه، لو تقدمها برا تقول كل شيء ابديت اول باول بيدك، يعني ما تقدر تتكلم عن جهاز نازل وهو الجمهور بيدك. هل راح يستقبل يعني هل الجمهور بالعكس الجمهور يبي اكثر شيء يعني التكنولوجيا حاليا بالضبط. وانت يعني يمكن هالبرنامج اللي تطمح له بالمستقبل؟ والله قبل يعني خلينا نقول قبل 4-3 سنين ايه، لكن الحين اتوقع لا خلاص. اذا بتحط البرنامج فكرتي ها تكتب يعني ممكن احط الفكره لكن شخص اخر ممكن يقدمها، يمكن بالفترات السابقه نعم. تدري انت يعني العمر له حكم في هذا المجال، يعني تبقى تقدر في بدايتك تقدم شيء، تتقدم شوي تقدم شيء ثاني، نوعية مختلفة من البرامج. ما أتوقع الحين راح أقدر أقدم هذا إلا إذا فقرة في برنامج ممكن تعطي معلومات معينة، إيه إلا إذا كان الشركات تدزولي والله جهزة كذي بعد بلاش من برا، الواحد يقدر يقول أنه مكلف الموضوع والله ميزانية يعني يبيل. بس أنا يعني أنت قط قطية اشتر الجهزة وأنا قدم ما أقصد الموجود. زين أبو علي لماذا لا تقدم برامج فنية؟ فني فنية وباللغة العربية السؤال بعد. فني. والله شوف فني يعني خلينا نقول محلي، فني محلي، فني محلي تقصد استضافة فنانين وكذا من هالأمور. مشروع موجود بس مثل ما قلت لك كل شيء في وقته، يعني انا من الناس اللي حاط لي بلان شنو ابي اسوي هالسنه، السنه اللي ورا شنو ابي اسوي. موجود مجال من الامور اللي ما جربتها ابي اجربها، يمكن خلال السنوات الجايه يتم هذا الشيء ان شاء الله. بس حاليا تركيزي على مشروع خاص ان شاء الله راح يطلع قريبا، فليش لا فكره موجوده ان شاء الله. هم هذا راح تنكتب ان شاء الله فكرتي انا اليوم، احنا بس ندور افكار حقنا. طبعا يعطيك العافيه الاعلامي حسن البحراني على هذا طبعا الروح الجميله والتواضع الجميل منك. طبعا قليل اليوم نلقى اعلاميين بهذا التواضع وهذه الابتسامه الحلوه. يعطيك العافيه على هذه الاستضافه. سلام. شنو عصير الكهرباء اليوم؟ ما ادري ايس ايج. يعطيكم العافيه مشاهدينا، شكرا لكم على متابعتكم حقنا. خلصت حلقتنا، نبي منك كلمة أخيرة.
شو بيصير فيني بعدين اخر كلمه بقولها في حياتي اخر كلمه هذه الحين. اول شيء يعطيكم العافيه، مشكورين على هالاستضافه قناه الشاهد من القنوات يعني الجميله في الاعلام الكويتي. مشكورين ايضا انتم شباب ما شاء الله عليكم، تشرفت وجودي معكم واستمتعت الشرف ولمساتك الحلوه هذه حبيبها صراحه، هذا على هذا ينقصنا هذا من هذا وقواكم الله يعطيكم العافيه. طبعا نشكرك على وجودك اليوم ويعطيك العافيه ونورتنا بوجودك طبعا، ومشاهدينا ان شاء الله نشوفكم اكيد طبعا. يعطيك العافيه ابو علي الاعلامي، ما يرضى يقول اعلامي بس خلينا نقول العناد اعلامي حسن البحراني، نورت برنامج جاذرينج وشرفنا، واضافه لبرنامج جاذرينج نستقبلك للامانه. طبعا نحب نشكر شاهد تي في اكونت على انستغرام وهو الراعي الرسمي حق برنامج جاذرينج، فعلا اكونت مميز يعني دائما يستقبل المواهب الشبابيه ودائما يغطي هالبرامج الشبابيه الكويتيه، فعيني بارد على هذا الاكونت المميز. متابعينا شوفونا باكر في حلقه جديده من برنامج جاذرينج كالعاده، المتعه ترى بس في برنامج جاذرينج، فما الله.